حياكم الله بالحلقة الثانية من سوار شعيب. حلقة اليوم عن الحسد. اليوم الحلقة الثانية عن الحسد. السلام عليكم. ناصر شيخ بارك يا مرحبا. هلا بك. شيخ بارك انت؟ والله على حطت ايدك. شو السالفه ضعفان؟ اسكت يا ابن الحلال، صار لي يومين ما اشتهي اكل شيء وبطني كله يعورني، مو المستشفى المستشفى. افا خير صار؟ اسكت لا يسمعك عبد الهادي، كسر صوتك. من يشوفني اكل؟ هذا بس ياكل بس يدم. ما يصير يا اخوي، يذكر ربك قول لا اله الا الله. هذا بس ياكل؟ يخرب بيتك بس اكل، مو لهالدرجه عاد. عفي يا بطن. راح الولد. ايش دعوة؟ من صدقك انت؟ ما شفت شيء. حي الله عبد الله. الله يحييك. والله لك وحشة. شلونك انت؟ شيخ بارك. والله الحمد لله ماشي بهجن. كني شفتك يوم الاربعاء بكرازات الشيخ. عاد والله ما ادري انت مو انت. الاربعاء؟ اي صح كنت هناك. اعذرني ما شفتك انت تصلح سيارتي بعد الحادث. افا خطاك السوء. والله توني ادري. عسى بس ما تعور. والله ماكو، قاعد بهالدوانية الحلوة هذه. وقوم يا المملوح هذا. ناصر؟ اي منو بعد؟ دش الدوانية اعوذ بالله. قام يصرخ. سيارة منو الزرقاء؟ حلاوة اللون، حلاوة. اي وبعدين؟ وابد ما ثنى. وراحت السيارة. حياكم على العشاء يا شباب. تو ما نورت الديرة. منورة بأهلها. عسى ما شر. شبيه يدك؟ الله من النادي. عارفك رياضي من عمر. يوم واحد راح معي يوسف وصار فيه كذي. ما شفت عين حارة مثل عينه، أعوذ بالله. ايش هالديوانية هاي؟ كل واحد فيهم يحسد الثاني، وهذا هم ربع لا يذكرون الله ولا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا عشاني؟ هالعين وحده بوحده. شيلوا برا. عفية زند. احنا اكثر مجتمع في العالم يحط الحسد والعين شماعة لأي حدث سلبي. فشلنا مشروع حسد، انكسرت ريلي حسد، مو قاعد سافر وايد حسد، كل شيء لبس الحسد. ولما سألنا الناس في تويتر شلون تعرف أن أنت محسود، الغالبية قالت لا يمكن تعرف أن أنت محسود، وإجابتهم فعلا ذكية، لأن الحسد والعين من الغيبيات. لكن الناس اللي بالشارع يشوفون الحسد والعين من الغيبيات ولا لا؟ أصلاً يعرفون الفرق بين الحسد والعين؟ تفضل. شنو الفرق بين العين والحسد؟ يطالعك بالعين يعني مو بقصده، بس الحسد لا، الحسد يشوف شنو عندك ومو ما عنده، نقص عنده، فهمت؟ نفس الشيء. والله هم كلهم أخوان. والله ما أدري والله. العين اني اذا شفت شيء حلو بسرعه ينظره، والحسد يعني والله من الله خير هذا كله كذي. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الغاسق اذا اسد. نفس الشيء. ما عندي خبر. ما تفهم. هي العين هي الحسد، يعني لما يقول ساكين عين يعني محسود، ما في فرق بينهم اتوقع. العين تكون متعمده من شخص، والحسد ان الانسان يتمنى زوال الشيء هذا من الشخص نفسه. زين، شلون تعرف اذا انت صكوك بعين ولا لا؟ شلون اعرف؟ هذه صعبه صراحه. لما ياكل او شيء
وسيد عوار بطن، يعني هذا انحسد. الحين الإنسان شلون يعرف أنه هو محسود؟ ما أعرف. عدم التوفيق في 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 أماكن أو في في أشغال كنت موفق فيها. لأنه يجيك واحد يقول لك أوف شنو هاللحية؟ زين ذكر الله. شايف عيني حارة؟ ترى بيتكم تنام ما تلقى لحية. يعني ما تقدر تعرف، ما تقدر تجزم 100%. بالعيون يبين هذا، لون ملو يبين هذا أصلي يعني. ما أنا متأكد والله إذا انحسدت ولا لا، بس شعور. يعني فزة قلب. تبي أعطيك عين؟ لا 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 لا. حارة. زين. ما حلف. طيح لنا هالبرتقال اللي فوق. لا حرام نعمة ما يصير. وأنا حلال فيني؟ الشيء عند الله ما يندر عنا. أحد عند رب العالمين ما تنعرف. ما حد حسدك؟ الحمد لله لا الحين لا بس بخاف من هذا انا. انت من الكويت ولا من البحرين؟ من البحرين. انتوا اكيد بتنحسدون لان بدال البحر بحرين. يبدو ان الفرق عند الناس مو واضح، لكن انا بقول لكم اياها ببساطه. العين هو انك تشتهي شيء معين وعينك ممكن تضره، يعني ممكن حتى تعجب بشيء عندك انت وانت تضر نفسك، لكن الحسد هو ان تتمنى زوال النعمه من شخص اخر. أنا أدري لو أتكلم مني لباكر في ناس بتستخدم الحسد شماعة حق فشلهم، هذيلا شنو نفسياتهم؟ الحلقة هذه يبيلها دكتور نفسي واضحة. أهلا يا مرحبا. هلا دكتور، حياك الله. هلا مرحبا، طول عمرك، نورتنا. تسلم عمرك. تسلم. تفضل تفضل دكتور. قلبي استريح. حياك الله، نورت البرنامج. كيف الحال؟ هلا والله، طول عمرك. الله يسلمك. يا هلا يا هلا. إيش رأيك في الاستديو دكتور؟ والله حلو، ما في عيب وحيد الا انت يا طويل العمر. هم قالوا انك عيار، قلت امزح معك من البدايه. لا سال مبارك. لا والله تشرفت بمعرفتك والطاقم الجميل. الناس ليش تحسد؟ الاصل في بنيه الانسان ان يكون حسودا، في طبيعه النفس البشريه انها تحسد، ولذلك اذا جئت لجميع الكائنات الحيه اذا كانت شبعانه لا تعتدي على بعضها، ولذلك اذا جئت الى حدائق الحيوان المفتوحه تسير وانت مطمئن لانهم يشبعونها. كائن واحد حي هو حقيقة وهو شبعان يأكل غيره. أتدري من هو يا شعيب؟ الإنسان؟ هو الإنسان لا أحد سواه. طيب دكتور، أنا دائما أختي تقول لي هذه حالة خاصة، تقول لي تصدق أن اليوم اللي تصور فيه ثاني يوم ولدي يطيح تعبان مريض، ولا تسمع مثلا واحد يقول لك أنا صراحة أنا بالسفر أخاف أني أصور، أخاف من العين. سمات الشخصية لديهم قد يكون عندهم ما يسمى سمات الشخصية القلقة، وهي تعنى أكثر بالأمور الظنية. سمات الشخصية الشكاكة تعنى أيضا بالأمور الظنية. زين دكتور، أنت شخصيا بكل صراحة يعني تخاف من الحسد؟ لا مطلقا، لكن يؤمن به. تعتقد أن لك حساد؟ أي إنسان توقع له حساد، بس أنا ما غير مشغول فيهم. بس دكتور أتقبل صراحتنا. أنا ما شفت صراحة إلى الحين. الحين في صراحة. لا عادي عادي. أثار تسويق البروفيسور طارق الحبيب لجهاز ألفا ستيم لغطا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن ادعى أن الجهاز يعالج الاكتئاب والقلق واضطرابات النوم عوضا عن المساهمة في الإقلاع عن التدخين. وبدأت شرارة الانتقادات للحبيب بعد مقال كتبه زميله الدكتور متعب العنزي، قال فيه أن التسويق لعلامة تجارية بعينها يسيء لأخلاقيات الأطباء، مؤكدا أن الجهاز سيء السمعة ولم يحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وأدى انتقاد العنزي إلى انطلاق موجة هجوم على الحبيب في شبكات التواصل الاجتماعي، قابلها الحبيب برفع دعاوى على بعضهم وعلى رأسهم الدكتور العنزي. وبعد 11 يوما من مقال العنزي أصدرت الجمعية السعودية للطب النفسي بيانا تؤكد فيه بأن الجهاز لا يعالج المرض بل يتسبب بتفاقم الحالة. وبعد 15 يوما من مقال العنزي نشرت وزارة الصحة بيانا تحذر فيه من جهاز ألفا ستيم، موضحة أن الجهاز غير مرخص ولم تثبت فائدته العلمية. ورغم كل المعارضين للجهاز لا زال الحبيب متشبثا برأيه، مدعيا بأن الجهاز يساهم في علاج المرضى. والسؤال هنا، هل معارضو الحبيب يختلفون معه أم هذا نوع من الحسد بسبب نجاحاته الواسعة؟ هذا ما سنكشف عنه من تحت الطاولة. مستعد دكتور؟ يلا توكلنا. حياك الله. الجهاز هذا دكتور جميل، تعرفه؟ ايه ألفا ستيم. شلون يستغل هذا؟ يلا انت شغله عاد، حطه على ذنه، طبق عليه. انت مستخدم طيب. انا ما استخدمته، ما جربته دكتور؟ لا ما تعرف دكتور، سوقته انت؟ اي ما عالجت فيه ولا مره جربته؟ لا ما عالجت فيه، ما احتجته. بس انت سوقته دكتور. الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه بالماده التاسعه عندها فقره جيم تمنع
المتخصص مثلك بالإعلان عن منتج طبي باسمه التجاري. أنت من غير أي مناسبة سويت فيديو منتجته كمطمئنة وحطيته قلت الناس، فأنت راح تتسوق. ما في حطيته في تلفزيون الإذاعة في اليوتيوب. اليوتيوب ليس من قبل الإعلام، اليوتيوب إذا عندك شيء يعني أنت ما يعني دكتور ما يصير، أنت تضبطك أخلاق المهنة ما يضبطك القانون، قبل القانون في أخلاق. يعني أنت لو التلفزيون يسمح أيضا تسويها. هل ظهرت في الجهاز أو هذا قلت يا جماعة أنصحكم باستخدام هذا الجهاز فهو يؤدي إلى الاسترخاء، لا تنسوا الشركة، هذا المرفوض بالقانون. أنا تكلمت عن كل أجهزة الطب النفسي، لماذا يعتبر هذا تسويق هذيك ما هي تسويق؟ بس سميتها تسمية لأن هذا بالحرف ذكر ألفاستين. هذاك جبت المريض وشرحت عليه وركبت الجهاز. أي جهاز؟ جهاز الصدمات الكهربائية. بس ذكرت اسم ال ذكرت الجهاز وجبت لا الماركة ECT نفسه. آه ذكرت إنه ECT. جدا. قرأت إنه في أوروبا يقولون إنه لها أضرار. هو قنين فقط. في حالة بأمريكا مذكورة أيضا شخص اشتكى من الطنين أنه استخدمه فترة طويلة. هذا بيك الطنين الآن. أي طنين من بعدها يقول 6 أشهر وأنا شغال الطنين بأذوني، فهذا يعتبر ضرر جانبي. هل لجهاز ألفا آثار جانبية أو أعراض جانبية كما يقال؟ لم تحقق الدراسات ولم تثبت أي آثار جانبية. أي دواء له آثار جانبية، يكفي هذا الجهاز إن أثره عند واحد تقول واحد من آلاف أو مئات الألوف اللي استخدموه لا شيء. لو كان غير مقر نظاميا سواء مقر من وزارة الصحة من الFDA من غيره كذا ما لي علاقة من أقره، بس مسموح في أمريكا، هل إذا مضر يسمح له؟ جامعة هارفارد تعتبر الFDA عنده مشكلة في المصداقية لأن هذه شركات كبيرة الأجهزة، وممكن أنها هي تأثر بقوتها وقوة المال عندها، وممكن تصدر لك بيانات على الأقل إذا ما ذمتها تقول والله ما لي شغل بيعه. معلش شوي بصير صريح معك، ما علاقتك أنت بهارفارد وFDA؟ ما معلوماتك عن هالثنتين من البعد العلمي؟ هل يا شعيب معقول آلاف الأجهزة دخلت زي النمل تمشي السعودية؟ ما في جمارك؟ من أشد الجمارك السعودية؟ بس هي كيف دخلت مع الجمارك بدون ورقة تصريح؟ ربما الاستخدامات أخرى. لا لا الاستخدام هذا بأوراقه، الأوراق اللي جتني ممكن محدد اكتئاب ولا محدد في فرط الحركة عند الطفل محدد وكذا، بس مش في كل هذه الحالات. دخوله من الجمارك لا يعني طبيا هو مسموح في دخوله. لا لا دخوله يعني هذا الجهاز مصرح استخدامه. عندك إذن الجمارك؟ ما لي علاقة أنا بالجمارك، أنا صاحب بقالة صاحب عيادة افهمها. هي الوكالة موجودة عندكم في السعودية؟ ما لي علاقة أنا بالوكالة. كثير من الأطباء في الخليج والأخصائيين النفسيين يستخدمونه، لما جاءت الأزمة خافوا، تلك مشكلتهم. بل بعض من صدروا البيانات تجاه استخدامي هم يستخدمونه في عياداتهم وعند الوثائق لهذا. ليش ما تعرض هذه الوثائق؟ لا يجوز. تعزز موقف ليس من لست قضيتي موقفي. طيب ليش تذكرها دكتور إذا أنت ما تبي تعرض؟ لمساتك الإعلامية لن تخترق أدبياتي ولا فكري القانوني ولا مفاهيمي النفسية. ما فهمت. أقول لمساتك الإعلامية وفنك الإعلامي لن أجعله يخترق أدبياتي ولا مفاهيمي القانونية ولا مفاهيمي النفسية. طيب الجمعية السعودية الأطباء النفسيين كلامهم غلط؟ هم قالوا في بيانهم أن يبقى هذا الجهاز يؤجل المرض مما سيتسبب إلى تفاقم الحالة. حلو. من الجمعية السعودية واحترام التقدير لها، هم 9 أشخاص أخرجوا البيان. أنت عضو في الجمعية دكتور ولا لا؟ لا يعني ما جدد عضويتي أكثرنا ترى كذا مش بس أنا. السعودية فيها 300-400 طبيب ما وقعوا على البيان. أنا بالنسبة لي هذه مو إجابة على السؤال. لا تحسبني على 9 صدروا البيان لهم الاحترام والتقدير، واسمع هذه، وبعضهم يستخدمه في عيادته، وش رايك؟ ما عندك دليل دكتور، ما نقدر نجزم بالله. لكني لن ما تكذبني يا شعيب، محددين وتم، وبعضهم يستخدم ويعرف، ولن أقول اسمه أبداً. إن هذه جمعية لتنظيم عمل الأطباء، ما هي بجمعية علمية تصرح وترفض. التسعة هي إدارية هم ولا؟ هي إدارية المجلس. طيب ما تمثل المجموعة هم؟ مو لازم تمثل، الرأي العلمي غير، لأن هذه الجمعية هي جمعية علمية، جمعية تنظيمية. بس كلهم متخصصين يعني ينتسبون. بس ما يمثلون وظيفة الجمعية هي جمعية تنظيمية لعمل الأطباء. بس هم دكتور ما أصدروا بيان في السيارات، هم أصدروا بيان في نطاق صميم عملهم. هيئة الغذاء والدواء هل منعت هل رفضت تسجيل الجهاز في السعودية؟ قالت احنا ما فسحنا فيه لا للتسويق ولا للبيع. أقول لك شيء تستغربه، هذا الجهاز مفسوح في السعودية،
كان تعليقا للاستخدام. لا هم ما قالوا تعليق. اقرأها. هم في بيانهم. اقرأها. هم يقولون ولا يزال الجهاز يخضع للإجراءات والمراجعة لكافة المستندات الفنية والدراسات والأدلة السريرية للتأكد من سلامته وفعاليته. ولم تأذن الهيئة بفسح الجهاز أو تسويقه حتى تاريخه. ما أروعك. يعني ما أذنوا أصلاً. هي. هذا الخطاب الذي صدر أرضى جميع الأطراف. يعني ما هم ما تعاملوا معه طبياً، تعاملوا معه اجتماعياً. أنا أعتقد كذا. تصريحه مو مبني على رأي علمي. لا. مبني على وضع اجتماعي. لا أنا أعتقد. لا أنا أعتقد رأي علمي اجتماعي تسجيلي. قانوني كلها احتوى الموقف. فهذا الجهاز اللي بين يديك يستخدم مستشفيات وزارة الصحة ومن كبريات المستشفيات. بس دكتور أنت لما تقول ترميها تقول في مستشفيات مستخدمة، سمي لي واحد. لن أسميه لأنه لا يحق. المستشفى هذا يستطيع أن يرفع دعوة عليك يقول كذا أثبت تماما. أنا عندي معرفة بس ما عندي الإثبات. إذا افترضنا بيعه ومنتج طبي وأنا عندي صيدلية، وش المشكلة بيعه؟ والمشكلة أنه مو مصرح. لا مصرح. طيب دكتور بعد القرار وبعد ما قال وزارة الصحة ان احنا سحبنا الاجهزة والغيرها، قاعد تبيعون الجهاز ولا وقفتوا خلاص؟ احنا وقفنا احتراما لتعليق هيئة الغذاء والدواء. طيب دكتور احنا امانة كلمنا مركز مطمئنة في الكويت وقالوا ان الجهاز موجود. اتصل عليهم مو موجود. لا موجود عندنا رسائل وقالوا ان املك احسن مكان تاخذه منه اللي هو مركز مطمئنة في الرياض. ابدا غير موجود وانا اشهد بهذا مطلقا. زين يمكن دكتور ما يدري يا جماعه نطلع على الرساله؟ نطلع اذا موجوده فويس. هو اللي كلمهم ثامر قال نقدر نحصل الجهاز ولا لا. انا ودي اقول لك على شيء ما يخالف. اي اي قبل هذه ترى التسجيل لمطمئنه الرياض قانونيا يعتبر جريمه طبعا لان انت التسجيل ما راح. لا ما راح ننشره. لا لا احنا ما راح ننشره. لا لا تنشره. لا نطالب بنشره الان. تماما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عيادة مطمئنة. حياك الله. هلا أخوي. أخوي أنا دقيت أكثر من مرة. بس قاعد استفسر على جهاز الألف ستيم. لا والله حبيبي ما حصلت الرقم. هو أنا في يعني موجود عندكم جدة بالرياض ولا بس بالكويت؟ هو موجود في الكويت، موجود في الرياض، موجود في البحرين. بس الرياض أضمن، تروح تاخذ من الرياض أفضل. من الرياض من وين؟ أنا عندي عيال عمي هناك. إنزين أنا بعد شوي أطرش لك مسج رقم الأخ المختص. هو من نفس العيادة عندكم ولا شركة من برا؟ لا لا عيادة تطلع لنا هناك في الرياض. راح يكلمني من عندكم أساس الجهاز؟ إي أنا لا أنا راح أديك رقم تتواصل معه اللي في الرياض. اللي في الرياض. يلا مشكور ما تقصر طلبك. تكسيرك لمجاديف الآخرين لا يجعل قاربك أسرع، ولا أسوأ من الحسد سوى خوفك من الحسد، فتحرم نفسك الحياة فبئس ما تصنع. حسد الناس لا يقف، والعين إن كانت لك لا تنحرف، وإن كتب عليك شيء سيحصل هذا الشيء، لكن الله خلق الدنيا لنا متاع، فهل يعقل من أجل الغيبيات لا نتمتع. أعز سوار علينا راح نعطيه حق أعز إنسانة بالفن الكويتي الفنانة حياة الفهد. تسلم. تفضل يا طال عمرك. ما قصرت. هذا الله. تقدير من الجمهور لأعمالك الفنية ومسيرتك ما شاء الله الحافلة. الله يسلمك ما قصرت وشكرا للتصويت. شكرا. أم سوزان عندي سؤال صغير بس قبل لا تمشين. أبي سالفة الطيحة من وين طلعت؟
عادة الإنسان لما يكون في حالة نفسية سيئة أو حزين أو ملاقي حد يستند عليه فأقرب له الطوفة. أقرب شيء الطوفة. رمضان الجاي رادة بشنو إن شاء الله؟ بيعة النخ إن شاء الله. بيعة النخ إن شاء الله على خير. أحب عمل القلب أم سوزان شنو هو؟ سيمان طيب كعمل كوميدي فعلا أنا حبيته وهذا له سالفة بعد. صح. لما أنا كنت قبل الغزو الله لا يهديك الأيام كنت كاتبة منها بحدود 5-6 حلقات زين فلما صار الغزو فعلى أساس بطلع من بيتي خلاص زين فأول ما شلت جنسيتي جوازي الذهب اللي عندي فوقهم سيمان طيب والله العظيم لهالدرجة عزيز أي والله وكملتها بعد التحرير الحمد لله وصورتها بعد التحرير شو انش خذيتيهم وياتي استمتعنا فيه استمتعنا بشخصيتك المسلسل ام سوزان نورتينا الله يخليك ما قصرت معنا بالبرنامج شيء غالي علينا الله يسلمك شكرا وترى هذا تصويت الجمهور تسلمون ما قصرتوا بعد عمري ان شاء الله يقدرني ان شاء الله واقدم لكم اللي يرضيكم لا قدها وقدر اللي قدمتيه كفايه بالنسبه لنا بس همنا نطر جديدك ان شاء الله تسلمون مشكوره يا ام سوزان حياك الله اسمع شعيب اسمع اسمعني والله اسمعني ابيك تطلعني ما اقول لك ضيف من البدايه خلني فريق الاعداد المحتوى عندك والله مضروب خلني اساعدك المحتوى بس محتوى طلعني محتوى ما ابي ضيف مو الحلقه الاولى ولا الثانيه عادي ثالثه الرابعه طلعني معك طب اسمع خلني اعطيك الكوب شعيب اعطيك الكوب طيب أعطيك ذا الدقرة حقتك